نعمل تأمل صغير بعيد البشارة. بدي أرجع أذكركم إنه عيد البشارة هو من أول لبل بدايات أعياد المسيحيين. ما كانش عندهم ولا عيد إلا ذكرى موت وقيامة يسوع. وعيد البشارة لأهمية الحدث، أهمية الحدث يلي يطبع في هذا العيد، وهو أهم من عيد ميلاد، لأنه يعتبر بالنسبة للكنيسة، بالنسبة للمؤمنين، يعتبر هو بداية الوصل والاتصال بين الله والناس بطريقة التجسد، لأن الله اختار مش بقى يرسل أنبياء ولا مرسلين ولا يجيب بأحلام. أراد بنفسه أن يصبح إنسانا بواسطة إنسان هو خلقه، يصبح خليقة، يصبح خليقة. واللي بيتميز بهذا العيد بالرسالة الكنسية تبعيه إنه دائما يسوع الحدث يسوع، ويسوع هو دائما الكامل. يعني الحبل ب 25 من عيد البشارة، الولادة ب 25، ومن عيد الحيتان للعيد الحبل منه ولادتهم، لأن العذراء يوحنا المعمدان. بس بنلاحظ العذراء من عيد 8 أيلول عيد ميلاده، بس عيد الحبل فيها بسبعة كان نهار ناقص. يوحنا المعمدان عيد ميلاده ب 24 حزيران، حبل فيه ب 23 نهار ناقص. ليش؟ شو بدنا نقول؟ شو بدنا نتعلم من الناس؟ نتعلم من الناس انه يسوع بكل ما تم بيسوع هو الكمال بالذات، والكل يدور حول يسوع، ياخذ النور من يسوع، ياخذ النور من قبر يسوع، من قيامه يسوع، من الام يسوع، من تدبير الله خلاص. واذا ما قدر استمد هذا النور وهذا التدبير وهذا الكمال من يسوع بيطلع خارج الرزنامة. مشان هيك اللي بيدوروا حول الرزنامة هن الشهداء، هن القديسين، هن الأنبياء، هن المخلصين بدم الحمل. واللي ما بيريد بيصبح خارج. وبتقول كمان الكنيسة بهالتواريخ البسيطة اللي بتنحط إنه كيف ما اتجهت أنت، كيف ما عندك شفيع، عندك شهيد، عندك قديس، الأساس هو يسوع المسيح. لأنه لولا يسوع المسيح هذا الشهيد ليس له من قيمة، ولولا يسوع المسيح العذراء ما كان لها قيمة، كانت قباق النساء، كانت قباق النساء. والله الذي أعد هذه الأرض الطاهرة حفيظها لمكان مقدس. أرينا الثلاث قراءات مختصركم بعبروا عن قداسة العذراء مريم وعن نقائها وعن طهرها وعن الرسالة المعدة لها لجيب يسوع المسيح. بقراءة أولى من سفر التكوين، بعد ما بيهرب يعقوب من بيش خي وعيسو بينام، بيكون تعبان، بيحلم سلم بين الأرض والسماء وملائكة طالعة نازلة. بتطلع يعقوب بيقول إنه إن الله في هذا الموضع. بتطلع الكنيسة بهيدي القراءة بتشوف فيها العذراء مريم التي أنزلت الله من العرش وحطته على الأرض، لأن شو بيقول يعقوب؟ إن الله لفي هذا الموضع. إن الله لفي هذا الموضع. فهون نقول هذا الحشر البتولي، هذه العذراء الصغيرة بالعمر
بعرف شيء، البكر. إن الله لفي مستودعها. بطل في حجارة يعمر يعقوب تيتذكر الله، صار في مريم، صار في فتاة بكر ستجذب الخلاص للناس، وستكون دائما ذكرى لكل البشرية أنها أنجبت الخلاص للناس. القراءة الثانية نقراها وقت طلع موسى على جبل قريب ليلقي معه، بيتطلع بيلاقي عليك تحترق ولا تحترق، بينذهل من هذا المنظر، بيجي بيقرب بده يمسكها، بيصرخ الله موسى لا تدنو من هذه الارض، ان هذه الارض مقدسه اخلع عليك. كمان نشوف بهذه العلايقه، اولا نشوف بهذه العلايقه الحبل العجيب البتولي، مش بس الحبل كمان الولاده، ولاده يسوع من العذراء. هون نشوف ما في عذراء بتحبل، ما في عذراء بتحبل، ما في بكر بتحبل مليون رجل، وما في مرة بتخلف بدون ما تفقد بكارتها. اشبعت نحن نرى في هذه العلايقة الغير طبيعية الفائقة الطبيعة، حدث الحبل يولد إلى حبل يسوع، ولادة يسوع بنفس الوقت، حافظ عليها من مباشرة رجل وحافظ عليها لأنها بقيت عذراء. بلس بيقول له الله موسى لا تدنو من هنا، هيدي الأرض وقف، هيدي الأرض محرمة عليك، وكذلك العذراء. طيب يعقوب بيشوف أرض درج بحلم، بيسمي ان الله لفي هذا الموضع، بيحتش بيعمر الحجار كمان حدا يدعس بالمحل. موسى بيشوف العلايقه عم تحترق ومش عم تحترق، والله بيمنعه يقرب، بيقول له لانه بتدنس المحل. بنشوف كمان العذراء مريم بقيت قبل الولاده، هيك بنقول نحن قبل الولاده وفي الولاده وبعد الولاده عذراء. وبيجينا ناس بده يقولوا انه العذراء جوزت، بده يقولوا العذراء خلفت، بده يقولوا العذراء مارست الجنس. نحن ما بنقول الجنس خطيه، بس نحن اللي بنقوله انه هؤلاء الاشخاص ما عرفوا يقروا الكتاب المقدس. بعد في قراءه ثالثه، ما عرفوا يقروا الكتاب المقدس، اكثر من هيك ما بيعرفوا الاقتراب من الله، لانه اللي بيقرب من الله ما بيقعدش عنده شيء بالدنيا. كيف نحن ببساطه هي بعض القديسين بنحطهم بنشرشرهم شوي تليفونات بالكنيسه بنعلم فيهم الناس؟ كيف اللي حملت ادركت وقالت نعم للملاك وقالت تعظم نفس الرب وحملته ببطنها 9 أشهر وهربت من محل لمحل وقدمته على الصليب؟ هيدي مخلوقه بعد تفكر بجنس علامة استفهام كبيرة على المشككين وعلى البدع. قراءة الثانية الأخيرة بنختم فيها قراءة حلوة من حسقيال، بيقول كان الله عم يفرجيه الملاك فاتي من الهيكل، بيقول له في باب نحو المشرق، هذا الباب ليش مش مفتوح؟ قال له هذا الباب يبقى مغلقا للأبد، لا يدخل منه إلا الرئيس، ويبقى مغلقا. كفاية نشوف فيه نحن هيدي الصورة الرائعة جدا، العذراء المحفوظة بكر والمحفوظة للرب، وتصبح أرض وقف. لذلك الله أكرمها ولذلك الله أعطاها أن تكون كما أعطاها تكون جسرا ينقل الله، ينقل ابن الله، ينقل الخلاص الناس. أعطاها أن تتوسط لنا نحن الخطأ، هي المخلوقة، هي المخلوقة التي تتفاهم وجوع الناس وتفاهمنا، أن تصبح لنا واسطة للصلاة وللخلاص. فاليوم في هذا العيد الخلاص العظيم، عيد ارتباط الله بالناس بواسطة حقارته، بواسطة فتاة منا، ندعو الله وفي هذا الأسبوع الخلاصي أن يعطينا نعمة التوبة، نعمة الإيمان، نعمة الجدل أكثر.
قيمة مريم في حياتنا، وقيمة أن نحمي الله كما حملته مريم.